مش لازم حاجة يا سبقات. سبقات لا جرى ايه يا وردة؟ ايه اللي اخرك كده يا بنتي؟ انا جاية اهو يابا، بس بطبق الغسيل. على هو اسف، فؤاد فين امه؟ قاعد في اوضته ونازل شرب من الازازة اللي معاه لغاية ما قرب يفضيها. استغفر الله العظيم. انا خايفة عليه يابا من الازازة المدعوقة دي، لحسن تهري جوفه. ربنا يهديه يا بنتي ويسد نفسه عنها. اهو بقاله جمعة دلوقتي من يوم ما ساب الشيطانة اللي اسمها نعيمة وهو على دي الحال. معلش يا بنتي، ربنا يلطفه. يلا شاهدي اللي في ايدك وحصليني، الوقت متاخر. حاضر ياب. اللي قول لي ياب. نعم. هو احمد مش راجع ليله ولا ايه؟ لا يا بنتي، ده حيبيت في اسكندريه. يرجع بالسلام ان شاء الله. يلا يلا دوخ. حاضر. الباب ده انا. وليه تعملي كده؟ عشان ما تخرجش. ايه اللي بتعمليه ده؟ مش عايزك تخرج. انت مجنونه؟ اوعي. انا مش هتنقل من هنا وانت مش هتخرج. انت جرى في مخك حاجه؟ بقولك اوعي. انا خايف عليك يا سكوات، مش عايزك تروح للملعونه دي تاني. بقولك اوعي. اضربني موتني، لكن ما تروحلهاش. ده كلام ما يخشش العقل ابدا. وحياتك يا معلم، ما انا عارفه ايه السبب اللي خلاه يقطع رجله، ده انا عقلي حشيت. حبيت ايه؟ حبيته. وده معقول؟ وايه عدم معقوليته؟ واروح فين من حبك؟ اطلعه من قلبي ازاي؟ يا واد يا واد، ولو انك خلاص رميتني من حسابك. كلام ايه اللي بتقوله ده يا نوع؟ لو كنت بتحبني كنت غيرت عليا. انت فاهم انه هاين عليا لما بعتك لفؤاد؟ لما ديك شايفه مفيش حد من رجالتي قادر اعتمد عليه غيرك انت. وعشان كده عايزني اروح لفؤاد برجليا. غصب عني يا روحي، انت عارف انا لازم اهدم فؤاد ولازم اهدم اخوك. وبعدين؟ وبعدين؟ وبعدين اتجوزك على سنه الله ورسوله. يا ريت، ده اليوم اللي بتمناه. شايفه بقى انا برسم لك ايه يا نعم؟ يا حبيبي يا سولو. باشمهندس. ايوه يا عبده. في واحده ست على الباب عاوزاك. واحده؟ واحده مين؟ معرفش. ايه اتنين ده سفاد؟ طيب. فؤاد. الله. ايه اللي جابك هنا؟ عايز اشوفك، عايز اكلمك. وده مكان تجيلي فيه؟ اخصى عليك، غصب عني. ادخل. القهوة يا ساحر. المجرمة عرفت السكة ووصلت لحد هنا. هي مين؟ البنت بتاعت الخمارة. وصلت بيها البجاحة انها تيجي لحد هنا. مش معقول يا ساحر. ده سي فؤاد من يوم ما كلمته وما بيخرجش من البيت. مين غيرها يتجرأ ويجي هنا؟
انا احمد. ايه انت خارج؟ ايوه نازل مصر. خير ان شاء الله؟ لا مفيش، ناس صحابي عازميني على عيد ميلادي. يعني هتتاخر؟ مش قوي. ده انا كنت عايز اتكلم معاك في موضوع مهم شويه. خير؟ لا هو خير. انت عارف الاستاذ محمود المرداني مدير شركه الصناعات بتاع اسكندريه؟ ايوه. ما كنت هناك عزمنا على العشاء وعرفنا على مراته وبنته. يا سلام يا فؤاد، يا ريتك كنت معايا. اشمعنى يعني؟ في الحقيقه يا فؤاد عنده بنت، انما ايه؟ في منتهى الادب والجمال. غريبه، ما كنتش اعرف الحكايه دي. ولا انا كمان، مع اننا نعرفه من زمان. قول لي بقى، ايه رايك؟ في ايه؟ اسمع بقى، ما تلفش عليا. ايه رايك لو اكلمه يجوزها لك؟ ليه انا؟ امال انا؟ ما هو المفروض انت الكبير ودي حاجه تهمك اكتر مني. بالعكس يا فؤاد. انا دلوقتي كبرت وفاتني الاوان ومش عاوزك تغلط غلطتي ابدا. ما هو شوف يا احمد، انا لما اتولدت لقيتك قدامي، خدتك المثل الاعلى، فبحب اعمل كل شيء زيك. ايوه انما في الحكايه دي حاول انت شويه. انا لما كنت في سنك كنت مسؤول عن تربيتك وعن الشركه اللي ورثناها، وكان ورانا بلاوي متلتله. طيب يا احمد، انما نتكلم في الحكايه دي بعدين. اسمع كلامي يا فؤاد. احمد اتاخرت على اصحابي، لا مؤاخذه.